تعالوا مع بعض نعمل عصير السعادة، عصير مفيد للقلب، مريض الضغط، كولاجين، نضارة بشرة، بيخسس، بيقلل الكوليسترول في الدم، طماطم مفيدة جدا. معانا مشكلة معاها ان هي بتعمل حموضة، انا هعملها بالعسل النهاردة، بتستخدميها في استخدامات اخرى، معلقة سكر وهكذا. فهل في عصير طماطم حلو؟ في عصير طماطم حلو. مقاديره على الشاشة. الطماطم هنقشرها ازاي؟ هنشرح الموضوع ده. تلج وجنزبيل طازة او بودر اللي موجود، بس يفضل الطازة. وانا جاي الصبح ما لقيتوش في طريقي، فجبنا البودر معانا. المصداقية والشفافية ده شعرنا على شاشة القناة الأولى، ومعلقتين أو مرتين من النعناع الأخضر. تعالوا مع بعض نقشر الطماطم إزاي. يعني أنا أم الله يرحمها ما كانتش تقشرها، كانت تضرب في الكبة أو في الخلاط أو تعصرها بإيديها في مصفى وتنزل البهريز أو التفل بتاع الطماطم ده في المصفى مع البذر، قشرة الطماطم مع البذر، عشان نتكلم الصراحة يعني، كانش لا في خلاط ولا في هاند بلندر ولا هاند ميكس ولا الجو ده كله. ولكن تتقشر ازاي دلوقتي؟ بتجيب مية مغلية، بناخد الطماطماية بنقطعها من فوق كده. القشرة بتطلع لوحدها والله يا شفيق. بالشكل ده كده زي الفل. على فكرة القشر ده ممكن يتجفف ويتعمل جارنش او برزنتيشن للاطباق اللي انت بتعمليها، اطباق اللحوم او الفراخ. ده ما يترميش براء امانه والله. يا اما تحمصيه يا اما تسيبيه كده، هيبقى مجفف زي الطماطم المجففه، تستخدميه في حاجات كتيره. قشرنا الطماطم حلو، وعندنا الخلاط بتاعنا الحلو، وزي ما هي كده، مش هنقطعها زي ما هي. بس طبعا لازم تشيلي طبعا الايه البتاع بتاعها من هنا، الزهره اللي بتبقى موجوده هنا بالسكينه كده عشان ما تاخديش من لحم الطماطميه. في قلب الخلاط اهوت، وتحطي ورق النعناع الاخضر، مهم جدا بلاش العرق بتاع النعناع. ليه يا شيف مغازي؟ لان عرق النعناع بيدي مرار، ربنا يكفينا شر المرار. ومعانا النعناع اهوت، مقطفين الورق بتاعه نعناع بلدي كده حلو. ورق النعناع يتفرم من غير العروق، لو انت بتفرمي تبوله فتوش حذاري تفرمي العروق بتاعه النعناع، هتمرر لك الحاجه. ومعلقتين جنزبيل اختياري، الجنزبيل بيعمل ايه يا شيف؟ بيقلل الكوليسترول في الدم وبينشط الدوره الدمويه في انحاء الجسم. هنعمل الخلاط هنا زي ما هو كده ونحط العسل ونشغل الخلاط. حلو تمام. خلاص شكرا. مصدق الخلاط كل ده مع بعضه، ماء مسلج مع التلج بتاعنا اللي احنا حطيناه. معانا اتصال استاذ رحاب. ماشي. العصير بتاعنا زي الفل. خلي بالك العصير الطماطم زي عصير الجوافه، لما بيتعمل ايه اللي بيحصل؟ دايما بيحتاج للتقليب، فتبقى عارفين شلمو دلوقتي، الشلمات الحلوه بتاعت السموزي واللي احنا عارفينها، فبتجيبيها. ليه بقى يا شيف؟ علشان العصير ده لازم قبل ما يتشرب يتقلب، حتى وانا هصبه دلوقتي. ده الطبيعي يعني. طبعا على الهواء ممنوع ان انا اشرب. بجد ده احلى افطار الصبح لجوزك، هيتنه طول النهار يدعي لك ويفتكرك ويقول لك تسلم ايدك يا حبيبتي. عصير الطماطم مريض الضغط، مشاكل الكوليسترول، كولاجين، ونضارة البشرة. لا أنا خلاص فاضل شوية وأخرج أنا يا شفيق. حبيبي أقدر. حبيبي شايفين إزاي بعمل إيه؟ حاجة بسيطة هي، بس أنا طبعًا فاهم أستاذنا المخرج حلوة.
الله.